أعلنت وزيرة الثقافة إناس عبد الدايم زيادة أيام فعاليات الدورة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب والتي تنطلق اعتبارا من السادس والعشرين من يناير الجاري وتستمر حتى السابع من فبراير وذلك بدلا من السادس من فبراير بمركز مصر المعارض والمؤتمرات الدولية عقب اجتماع اللجنة العليا للمعرض وقالت وزيرة الثقافة إن هذه الدورة ستشهد زيادة عدد أيام المعرض لتصل إلى 13 يوما متتالية بهدف اتاحه الفرصه للجمهور لزياره المعرض ودعما لصناعه الكتاب والنشر